شهرين بالكتير قوي هيكون في كشف حساب بمعنى اصح للحكومه، يعني لو انجاز المصطلح الانطباع داخل اللجنه الاقتصاديه او داخل مجلس النواب ماشي ازاي؟ هو حقيقة احنا التقرير نصف سنوي حتى اللي قدمته الحكومة للأسف هو ضعيف للغاية، واحنا قلنا الكلام ده بوضوح شديد، وتقييمنا ليه انه ضعيف لم يشمل كافة مناحي الاقتصادية في الدولة. الإنجازات الفاعلة والأساسية في هذا في 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 التقرير ده كانت موجودة للقوات المسلحة بشكل مباشر، عشان نتفق يعني كانت موجودة للقوات المسلحة. الحكومة نفسها إنجازاتها ما كانت إلا برنامج الإصلاح الاقتصادي متفق مع صندوق النقد الدولي عليه ووضع قواعده على أرض الواقع أو تنفيذه على أرض الواقع. زي ما قلت لحضرتك سهل ان ناخد القرارات، انما مهم العائد من التطبيق، ده اللي احنا بنطالب بيه الحكومه. تأثر المواطن في النهايه، المواطن لازم هيتاثر عشان نبقى واقعيين. ما هو احنا بنتكلم دلوقتي على اصلاح اقتصادي لعشرات السنين الماضيه، وصلنا في مرحله من المراحل ان الدين العام هيتجاوز النسب المسموح بها او الخط الاحمر، بس عشان نبقى متفقين ما بقاش كله بحمل الحكومه كل الهموم. احنا برضو وصلنا في مرحله من المراحل ان ممكن في تيجي في وقت من الاوقات تعجز عن سداد اقساط الديون بتاعتك الخارجيه، فتصبح في النهايه دوله متعثره اقتصاديا، وده هيؤثر عليك بشكل مباشر على بيئه الاستثمار. انت كان مهم جدا انك تعمل عمليه التعويم للجنيه، وان كان التعويم قد يكون البعض بيرى انه كان يجب ان يكون تعويم مضار، بمعنى ان في ادوات للدوله تتدخل في حينه، والبعض الاخر بيقول التعويم حر. انا شخصيا كنت اؤيد التعويم المضار، لكن بشكل عام كان لازم يبقى في تعويم علشان المستثمر اللي هيجي يستثمر هنا مش معقول هيبقى سعر الدولار بره 18 جنيه وانت بتحاسبه عليه ان هو يستثمر ب 8 جنيه و80 قرش، فبالتاكيد بيخسر اكتر من 100% من المبالغ اللي بيحطها. الاجراءات اللي خدتها الحكومه اجراءات حقيقيه، لكن كان يجب ان يكون لها برامج موازيه لدعم الانتاج والاستثمار وحمايه فعلا الطبقات المحدوده الدخل، وايضا ان يكون هناك رؤيه معينه في كيفيه دعم الفئات الاكثر احتياجا. وزي ما احنا قلنا كنا طلعنا في اللجنه الاقتصاديه على سبيل المثال اعترضنا على زياده سعر السولار في زياده سعر المحروقات، لان ده بيمس كل مواطن على ارض مصر بخاصه الفئات الاكثر احتياجا. كان لنا رؤيه برضو في السلع التموينيه اما زادت الاسعار مع السيد الوزير السابق اللي هو محمد مصلحي، واعترضنا في اللجنه الاقتصاديه، وحتى انا يمكن ليه كان ليا مناقشه معاه انه بيربط اسعار مثلا على سبيل المثال السكر بالسعر العالمي، في حين ان السكر بيتورد وبيتصنع في المصانع بتاعت وزاره التموين. فيعني ما انا بقول لحضرتك هو الزيت للاسف الشديد ان احنا بنستورد ما يزيد عن 97% من احتياجاتنا من الزيوت من الخارج، وده برضه من احد نتيجه فشل السياسه الزراعيه اللي خلت في النهايه ان الزراعات اللي بينتج عنها بذور يمكن تصنيع الزيوت منها اصبحت غير موجوده على ارض الواقع في مصر ومحدوده للغايه. عشان كده بقول لحضرتك القاعده الاساسيه في الوقت الحالي هو الاستراتيجيه الزراعيه وسد فجوه الامن الغذائي في مصر. ويمكن احد البنود الاساسيه مثلا بنتكلم عليها زراعه الاقمار. احنا انا يمكن مقدم مقترح برغبه في وهيناقش خلال يوم الثلاثاء الجاي بزراعه مناطق في الصحراء الغربيه خاصه في الساحل الشمالي بالاقماح على مياه الامطار في ظل ندره المياه، وفي نفس الوقت ان هذه المنطقه من الصحراء هي منطقه مستويه تماما لا تحتاج الى مجهود للزراعه، وسبق تجربه هذه الزراعات هذا النوع من الزراعات بواسطه القوات المسلحه على مدار 10 15 سنه وكان الناتج جيد للغايه. لو استخدمت بذور محسنه من مراكز البحوث الزراعية ودعمت هذه المراكز ما خليش جماعات المصالح بتعوق أنشطة بعض مراكز البحوث دي، أنا بقولها بوضوح إيه، إحنا محتاجين إحنا ندعم هذه المراكز البحثية، نبعد جماعات المصالح بشكل عام علشان ننتج في الآخر سلالات من بذور معينة نستطيع إن إحنا ننتج منها أو نتوسع في الإنتاج الرأسي للفدان عشان يزود الإنتاجية. إحنا مهم قوي إن إحنا نبتدي نفكر خارج نطاق المصالح في هذه المرحلة، المصلحة العامة هي الأساس لأن إحنا بنعدي مرحلة حرجة.